every single day I'm gonna make something great that's my way. السلام عليكم متابعي القناه، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي قناه لبنيتا شانيل. اليوم غادي نشارك معكم طريقه تحضير سلو او سبوف بطريقتي الخاصه، صحي جدا. وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم لتعم الفائده، وغادي نخليكم الروابط تاع هاد الوصفات اللي كتشوفوا امامكم كامله في صندوق الوصف اسفل الفيديو. بالنسبه للمقادير ديال سلو، غادي نحتاجو كيلو ديال اللوز محمر في الفرن، سنحتاج ايضا كيلو الا ربع زنجلان. انا استعملت زنجلان الابيض في هذا السليلو، نتوما تقدروا تستعملوا اي زنجلان متوفر عندكم، كذلك حمرته في الفرن. وايضا احتاجيت نصف كيلو تاع زبيب الكتان اللي حمرتها كذلك في الفرن، او عندي رابعة تاع النافع وحبة الحلاوة مخلطة ما بين النافع وحبة الحلاوة، كذلك سخنتها في المقلاة و طحنتها وغربلتها. واحتاجيت العسل، انا هنا استعملت العسل الحر، انتم تقدروا تستعملوا اي عسل متوفر عندكم. وغادي عندي واحد الكميه تاع المسكه الحره. وغادي نحتاج ايضا زيت الزيتون باش غادي نجمع السلو ديالنا. وغادي نحتاج ايضا كيلو ديال الدقيق اللي حمرته كذلك في الفرن على هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. دابا ندوزو للطريقه ديال التحضير ديال. وبالنسبه للوز، من بعد ما حمرت كلشي كما قلت لكم في الفرن، بالنسبه للوز غير هرمشتو، انا ما كنطحنوش حتى كيولي غبره، غير كنهرمشو كيعطي واحد المنظر هائل في السلو ديالنا، كنحسو باللوز بقى النظره ديالو في السلو. وكذلك عندنا الزنجلان، بالنسبه للزنجلان كنقسمو على جوج الاقسام، النصف ديالو كنطحنو مزيان حتى كيولي غبره، والنصف كنخليه هكاك باش كي ملي كنخلطو كيبقى عاطي واحد النظره زوينه وتيجي هائل والمذاق تيجي رائع. يعني النصف ديال الزنجلان تنطحنو والنصف تنخليه هكاك حبيبات كما كتشاهدوا معايا. بالنسبه للو، دابا غادي ندوزو ندمجو المكونات ديالنا مع بعضها. غادي نوضعو اولا اللوز، اللوز اللي كما قلت لكم هرمشتو فقط، كنحمرو في الفرن وكنهرمشو ما كنطحنوش حتى كيولي غبره. غنضيف نصف الكميه تاع الزنجلان اللي مطحون، هذا اللي طحنتو حتى ولا غبره، ونصف الكميه الاخرى اللي خليتها كما قلت لكم عاديه ما طحنتهاش. بطبيعه الحال الزنجلان حتى هو حمرتو في الفرن قليلا. وغادي نضيف نصف كيلو تاع زبيب الكتان حتى هي حمرتها وطحنتها، رابعه تاع النافع وحبه الحلاوه، يعني نصف رابعه نافع ونصف رابعه حبه الحلاوه، حتى هي سخنتها وطحنتها وغربلتها وكنضيفها على المكونات ديالنا. كنبدا كندمج المكونات الاوليه بهذا الشكل. هذا السليلو كنصحكم تجربوه لان المذاق ديالو كيجي رائع جدا. ودابا غادي نحتاج ايضا ملعقه كبيره ديال القرفه مطحونه حتى هي، وغادي نحتاج نصف ملعقه تقريبا ديال المسكه الحره، والقليل من الجوزه، يعني واحد ربع ملعقه ديال ملعقه صغيره ديال الجوزه، واختياريه يعني بالنسبه للناس اللي ما تيبغوش يديروها ممكن ما يديروهاش، هي كتعطي واحد النسمه افضل للسليلو ديالنا. صافي، دابا غادي نضيف القرفه والمسكه الحره والجوزة على ديك المكونات اللي سبق ودمجناهم من قبل. وايضا غادي نبدا ندمج هذيك المكونات مع بعضها كما كتشاهدوا معايا. من بعد ما دمجنا المكونات مع بعضها، غادي نضيفوا الدقيق ايضا اللي حمرته في الفرن، وغادي ندمجوا مع باقي المكونات. انا كنصحكم تجربوا هذا السليلو لانه تيجي صحي جدا وهائل، خصوصا انني انا كنستعمل فيه زيت الزيتون فقط، ما كنستعملش السكر كلاصي او الزبده. بصراحه بزيت الزيتون كيجي صحي جدا، كذلك انا كنستعمل العسل الحر فكيجي رائع وصحي جدا. طبعا الا ما توفرش عندكم العسل الحر تستعملوا العسل العادي، ولكن الا بغيتوا السلو يكون صحي جدا فاستعملوه بالعسل الحر وزيت الزيتون، وحتى المذاق ديالو تيكون هائل جدا. انا متنصحكم تستعملوا السكر كلاصي والزبده في السلو لانها كيكون مضر جدا، يعني في اضرار كبيره. من بعد ما كندمج المكونات مع بعضها، كندوز باش نبدا نضيف العسل. كيبقى كميه العسل على حسب الحلاوه اللي نتوما كتبغوا السلو ديالكم يكون فيها.
وغادي نضيف ايضا زيت الزيتون، وغادي نبدا ندمج داك المكونات مع بعضها بهذا الشكل اللي غادي تشاهدوه معايا في الفيديو. كنبقى كندمج بشوي بشوي بهذا الشكل. ما تنساوش الا كانوا كيعجبكم الوصفات ديالي تشتركوا في القناه الا كنتو اول مره تشرفوني بالزياره، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد دائما. ولا كنتو من المتتبعين ديالي ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع اصدقاء ديالكم، لانني فعلا محتاجه دعمكم جدا جدا. غادي نبقى نضيف زيت الزيتون حتى غادي نجمع داك السلو ديالنا مزيان. كذلك الا احتاجيت نضيف العسل غادي نضيف العسل، كيبقى العسل على حسب الرغبه ديال كل واحد شحال الكميه اللي بغيتي تضيفي تاع العسل. غادي نستمر بدمج المكونات مع بعضها. كما كتشاهدوا غادي نبقى ندمج ديك المكونات مع بعضها مزيان، وكنبقى نضيف زيت الزيتون وكذلك العسل كما قلت لكم حتى كنوصل المرحله اللي بغيت. يعني الا بغيت السلو ديالي يكون معجن كنبقى نزيد نعجن فيه وكنجمع باليد ديالي بهذا الشكل. الا بغيت يبقى ناشف كنوقف في المرحله اللي انا بغيت. كذلك بالنسبه للحلاوه كنبقى نضيف العسل حتى كنشوف كميه الحلاوه اللي انا بغيت. صافي غادي نبقى ندمج ديك المكونات مع بعضها، وها السلو ديالي غادي يكون واجد. صراحه المذاق ديالو رائع جدا لانه صحي جدا، كلشي محمر في الفرن، حتى شي حاجه مقليه في الزيت، في زيت الزيتون فقط والعسل الحر. فهذا احسن سليلو ممكن تجهزوه في المنزل ديالكم، وفي نفس الوقت يكون صحي وما تاكلوه نتوما ما تخافوش انه يسبب لكم اي اضرار لان كلشي فيه طبيعي. ايضا ممكن تعوضوا الدقيق الابيض بالقمح، دقيق القمح بالنخاله ديالو حتى هو كيجي هائل وكيخلي هذا السلو يكون صحي اكثر واكثر. وهذه هي النتيجه النهائيه تاع السلو ديالنا. الى عجبتكم وصفه اليوم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتضغطوا على زر الاعجاب وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. ولا كنتو اول مره تشرفوني بالزياره ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي دائما. شكرا لكم. هنا فوق المائده تاع الافطار ديالي كاين المحنشه والقرص وكذلك حلوه لسان الطير والبريوات ديال اللوز، وغادي نخلي لكم طريقه التحضير ديال هذه الوصفات في صندوق الوصف اسفل الفيديو. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديوهات مقبله باذن الله.